ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقى، وعايزه اقول لكم ان فيديو حماسي جدا جدا. ما تنسوش تحطوا لي اللايك، ويلا نشوف الفيديو. اول حاجه حابه ارحب بكل حبايب قلبي اللي منوريني على القناه، وعايزه اقول لكم حصل لي موقف النهارده حرفيا من ابوخ المواقف اللي تكون مرت عليا في حياتي. كنت بشتري فاكهه، يعني انا نزلت اشتري فاكهه اخر النهار كده، خدت ولادي وقلت لهم تعالوا نتمشى ونشرب عصير ونجيب اكل جاهز، عشان انا ايه الصراحه مش قادره اعمل حاجه يعني في البيت وكده. المهم رحت اشتري فاكهه من بتاع فاكهه مشهور جدا في شارع العشرين، واخد نص شارع العشرين بس انا مش هقول على اسمه برضه. المهم صادفني موقف ان كان في واحده بتشتري مانجا. بصوا حبايبي، المانجا اللي هي العصير اللي بتلاقي الراجل حاطط قفص في الارض، عارفينها دي، وبيقول لك المانجا دي مستويه. تمام، المانجا دي يا حبايبي هي دي المانجا المستويه اللي انا جبتها. المانجا دي الكيلو منها كان عامل 7 جنيه، ال 2 كيلو كان عاملين 15 جنيه. قال لي ال 2 كيلو ب 15 جنيه، ومش هي دي المشكله. المشكله جايه اهي، ان انا لقيت واحده بتشتري وكان الراجل بيعملها وحش جدا، وعمال يقول لها يلا انجزي انا هعبي لك، ما تنقيش المانجا، المانجا دي ما بتتنقاش، ما فيش كيلو مانجا ب 7 جنيه. المهم يعني، وكان معاها بناتها 2 يعني من سن مريم بنتي كده يجي 8 سنين و10 سنين، فكانوا البنات واقفين ورا مامتهم، ومامتهم قاعده في الارض بتنقي من القفص. فحسيت ان البنات يعني محروجين، وانا واقفه بشتري. طبعا كنت قبل ما اشتري المانجا المستويه دي انا كنت ايه واقفه الناحيه الثانيه بنقي مانجا من اللي هي المانجا الكيلو ب 30 جنيه. تمام، مش عشان حاجه، والله العظيم انا اصلا مش من عشاق عصير المانجا ان انا اعمله في البيت قوي، ولكن بحب اكلها كده قطع، بحب اقطعها كده وناكلها انا والولاد. فوقفت جبت المانجا دي، اسلوب الراجل متغير معايا خالص. اتفضلي يا مدام وتحت امرك، وتحب اجيب لك ايه تاني، خدي شنطه ونقي. ليه بقى؟ عشان انا هاخدها ام 30 واشتريت منه كذا حاجه، وعارف ان انا زبونته، وعارف ان انا لما باجي بشتري كذا حاجه من عنده، مش بشتري حاجه وبمشي. المهم يا بنات اني كان بيعامل الست دي وحش، فانا لما لفيت الناحيه الثانيه لقيتها قاعده في الارض وبتنقي، وهو بيكلمها باسلوب وحش قدام بناتها. فانا قلت له اديني شنطه، عايز اخد مانجا من اللي هي العصير دي اعملها للولاد. راح قال لي ايه؟ راح قال لي اتفضلي يا مدام تحت امرك ونقي اللي انت عايزاه. رحت انا قلت له الكيلو بكام؟ قال لي ب 7 جنيه ونقي اللي انت عايزاه. فاستغربت ان هو قال لي انا نقي اللي انت عايزاه، وان هو كان بيعملها هي باسلوب وحش جدا، لك منها هتاخد كيلو واحد ب 7 جنيه بس. فالاسلوب بجد ضايقني، ولقيته بتقول له حاضر حاضر، وهي شكلها اصلا يعني غلبان جدا، شكلها على قدها قوي. فقامت من على الارض وقالت له ماشي وزن الكيلو. عادي يقول لها لا ما فيش حاجه اسمها كيلو، خدي 2 كيلو ب 15 على طول ومش عارفه ايه. فانا قلت لها ايه خلاص يا حبيبتي خليها عليا، مش مشكله خدي ال 2 كيلو. انا مش عايزه احرجها اقسم بالله، ولا عايزه ادفع لها، رغم ان انا يعني كان نفسي اجيب لها من اللي هو ام 30 ده 2 كيلو هديه للولاد، بس هي نفسها عزيزه قوي وحسيتها اتحرجت وعينيها دمعت. فانا بقول لها حبيبتي احنا اخوات على فكره، انا اصلا جاي اخد من المانجا العصير دي وكده عشان ما احرجهاش، شايفاه بيعملها باسلوب وحش. فراحت بصالي قوي كده وراحت قالت لي انا عارفاكي، بحسبها جارتي بقى لان شارع علشان جنب بيتي. فراحت قالت لي هو انت نوجا؟ نوجا بتطلع على السوشيال ميديا. قلت لها انا يا حبيبتي. كنت محروجه جدا اصلا ان هي طلعت عارفاني، وان الموقف ده حصل قدامه، ان هي هتبقى متضايقه جدا. فرحت قلت لها بقول لك ايه، تعالي يا اختي، تعالي يا اختي عشان ما احرجهاش والله العظيم، تعالي يا اختي بقول لك انت عارفه يا بنتي تنقي المانجا. راحت قالت لي، قلت لها نقي ال 2 كيلو بقى عشان انا ايه ما بعرفش، ولا اقول لك تعالي ننقي سوا. ورحت حطيت الشنطه ونقيت 2 كيلو اقسم بالله، بس عشان ما احرجش طبيعتها. وانا يعني بحبك جدا، لو كنت بتتابعيني هنا اوعي تتحرجي، كل واحد على قد لحافك مد رجليك، وكفايه ان انت بتفرحي ولادك وبتراضيهم وبتجيبي لهم اللي هم بيحبوه. على فكره دي مانجا ام 7 جنيه ماشي، ودي المانجا ام 30 جنيه، دي هتتاكل ودي هتتاكل، ودي اسمها مانجا ودي اسمها مانجا، دي مش اسمها مثلا خوخ ودي اسمها تفاح، لا الاثنين واحد. تمام يا حبايب قلبي، انا اتخبط. انا حبيت بس ان انا احكي لكم موقف حصل لي عشان اقول لكم جبر الخواطر على الله، ويا ريت ما حدش يجرح حد. وانا على فكره كنت خلاص اشتريت الفاكهه ويعتبر دفعت ثمنها، ولما جيت الف عشان ادفع الفلوس شفت الموقف، لكن انا بجد مش هشتري من البني ادم ده تاني، رغم ان انا كنت على طول بشتري منه اي فاكهه، في بتوع فاكهه كتير، لاني ما جبرش بخاطر واحده عشان معهاش فلوس خلاص ما ينفعش تقف عنده ولا تنقي ولا ليها نفس هي واولادها ان هم ياكلوا حاجه.
وبجد جيت اجيب لها 2 كيلو وحياه ولادي. قلت لها يا قلب اختك تعالي بقى انا هدوقك مانجا حلوه زي ما انت دوقتيني او نقيتيلي دي، تعالي نقيلك. قعدت تقسم بالله وحياه ولادي، قالت لي وحياه ولادي ما هياخد اي حاجه يا نوجة، ما تخلينيش يعني اتضايق وكده، انا بحبك وعلى طول متابعاكي. فانا والله من هنا عايزه اقول لها انا بجد مش على حاجه، انت ولادك زي ولادي، وبدل انت متابعاني وبتحبيني فانت فوق راسي، وانت سبب رزق ليا برضو، كلنا رزقنا على بعض. فبجد اتضايقت جدا من الموقف ده، واول مره يحصل لي موقف محرج زي ده. وكان معايا ولادي، كان معايا ياسين وكان معايا مريم ويونس، وكنا نازلين نشتري حاجات. فعايزين بس نكبر بخاطر. تعالوا بقى اوريكم يا بنات كده الحاجه اللي انا اشتريتها سريعا واقول لكم الاسعار. بصوا انا جبت كذا حاجه الصراحه من شارع الاشياء. دي المانجا العصير اللي انا وريتهالكم اللي هي 2 كيلو ب 15، وهنعملها مع بعض دلوقتي وهوريكم هنطلع منها شويه عصير حلوين جدا. جبت بقى كيلو المانجا دي ب 30 جنيه. كمان هي مانجا كده ممكن نفرزها كمان، بصوا يعني حلوه جدا وجامده، انا جايباها ممكن للتفريز او ممكن ناكلها وقبل ما المانجا تخلص نجيبها. انا بحب افرز المانجا عشان ايه، انا من عشاق المانجا جدا فبحب اكلها يعني في الصيف. جبت هنا 2 كيلو موز، وطبعا ده الموز الصغير ده حلو جدا برده بلدي. وجبت 2 كيلو، الكيلو كان عامل 12 جنيه ونص، ال 2 كيلو كان عاملين 25 جنيه. تمام. جبت ايه تاني؟ جبت بقى بصوا بقى جبت كيلو تفاح، عايزه اطلع لكم الفاكهه كلها مره واحده اهي. جبنا الطبق ده كده، بصوا هنا بقى هنحط في الطبق ده. جبت نص كيلو بلح سعودي، انا بعشق البلح ده يا بنات جدا، الكيلو عامل منه 40 جنيه. جبت نص كيلو ب 20 جنيه. كمان جبت استنوا كده الاضاءه تمام يا بنات ولا ايه؟ كده تمام. وجبت نص كيلو برقوق كان عامل 10 جنيه. تمام. جبت كمان كيلو تفاح، الكيلو كان عامل 25 جنيه اهو، اللي هو التفاح ده كان عامل 25 جنيه. جبت كمان، تعالوا بقى نجيب الطبق الثاني. جبت كمان كيلو عنب، العنب كان عامل 15 جنيه. تمام اهو، طبعا كل الحاجه دي هنغسلها ونحطها في الثلاجه. جبت بقى نص كيلو من التين، اجيب له طبق واجي لكم على طول. يعني هو نص كيلو من التين لان خلاص بقى يعني حسيت التين مش حلو قوي، يعني التين اللي هو البرشومي ده في نوعين. تمام. انا جبت النوع اللي هو ده، ما لقيتش النوع الثاني. النوع الثاني اللي هو بتحسوا ان هو كله عسل ده، ما لقيتوش. ده طعمه زي الجميش شويه بس عشان ولادي شفتوا فيه. تمام. جبت ايه تاني بقى؟ دي الفاكهه اللي انا جبتها حبايب قلبي، وطبعا على راسهم المانجا اللي هي بال. بصوا بقى جبت ايه؟ جبت بقى من محل ال استنوا هوديكم بقى اعدل لكم الكاميرا. دي اللي هي اسمها الشعريه، دي بتاعت الولاد بتبقى طعمها حلو. بصوا يا بنات الشعريه دي عارفينها، انا بحبها جدا، انا جايبه ليا وليهم، جايبه بالفراوله بالكوكاكولا. بصوا بقى اللي هي تفضل تشتي فيها دي كده وتقعدي تلعبي مع اولادك. والواحده كانت عامله 3 جنيه ما كانتش غاليه. جبت كمان تمن لب عشان السهره. تمام. تمن لب سوبر. وجبت كمان العسليه دي عجبتني جدا، بتحس ان هي شبه الملبس بس هي عسليه اهي، طعم العسليه. الكيس ده كان عامل 10 جنيه. جبت كمان بن محول فاتح لجوزي اهو، ما بنساهوش طبعا، يعني يا ريت يبقى عارف كده اهو، بن محول فاتح، وده كان عامل 22 جنيه وريحته عايزه اقول لكم. بصوا انا جايبه ليه انا وهو، بس انا بقى ما بجيبش نص كيلو ولا ربع كيلو ولا الكلام ده. ليه؟ علشان ده بيبقى صبح، انا جايباه سخن اهو، لما بيخلص ببعد اجيب تاني. وبعدين ده اصلا المطحنه دي جنبنا. تمام. جبت ايه تاني بقى؟ جبت ايه تاني؟ جبت بقى من محل اخر العنقود، محل اخر العنقود ده اللي هو في شارع العشرين. جبت ايه بقى؟ جبت حاجتين كده كانوا ناقصني بس طلعوا غاليين الصراحه. اول حاجه جبت الفونديشن، اسمه فونديشن صح؟ بس انا ما في الميك اب انتوا فاهماني. جبت فونديشن اللي هو ده من مايت سينما، وده بيكون شكله اهو، ودرجته كام؟ المهم مش عارفه درجته 130، دي بيتهيألي دي درجته 130. المهم يا بنات انا
يعني مش عارفه قلت هجربه. طبعا نزلت مني حته كبيره اهي بس تمام. يعني بصوا عايزينك حاطه فلتر، بصوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا وده كان عامل كام بقى يا بنات؟ ده كان عامل 69 جنيه، انا عامل 70 جنيه تمام؟ عامل 70 جنيه. طبعا الحته اللي بقى دي احطها في وشي يا بنت، ده عامل 70 جنيه، 70 جنيه مش هينفع ان احنا ايه؟ والنبي جمر فيا ولا شبه؟ هاتش يا مريم، بصوا مريم جريت جابت لي ايه؟ في المطبخ. ميك اب في المطبخ عشان يبقى على الريحه. ايه ده؟ المهم يا بنات، المهم ما تشغلوش بالكم قوي بيا يعني عشان انا في الميك اب حزن. المهم جبت بقى ده فونديشن واخيرا حبستهم، وده بلاشر. البلاشر ده كان عامل 20 جنيه ما هوش غالي، كان فيه حاجه ب 70 جنيه. قلت لها يا اختي احنا لسه بنتعلم، ادينا الرخيص. المهم ده اهو درجتين، انا احب الدرجه الفاتحه. خرش على القمر يا ولاد، قمر قمر يا قمر والله انك قمر. حطوا لايك للقمر، حطوا لايك للقمر. وجبت كمان روج، ده كان عامل 20 جنيه بس عشان تحس ان هو شيك وكده، قلت احطه في شنطتي وانا خارجه. اه انت حد مريم دريتش اشترت ميك اب برضه، وريهم الميك اب بتاعك يا توتا. مريم لما لقيتني بجيب ميك اب، مريم عندها 10 سنين تخيلوا، بتحطش ميك اب. ده لغايه دلوقتي مش عارفه احطش ميك اب. قولي له رايكم يا بنات، قولي له رايكم بالله عليكم. تمام جبت كمان، قال لي في بقى 5 جنيه تعالي وريهم. قال لي في بقى 5 جنيه، قلت له هات ليهم الماسك ده. طبعا مريم هتشبط طبعا، انا هسرقه. هديتني تمام. ده الميك اب بتاع مريم اهو، ده كان عامل 12 جنيه ونص. عارفين بتاع البنات الصغننين دول؟ بس تحفه جدا، حلو احلى منها. اه مريم لها مستقبل باهر. جبت كمان بيرسينج، والبيرسينج ده كان عامل 15 جنيه علشان هو فضه اللي هو على شكل عين، ده هحطه بدل دي. ما علينا، خليها هنا بقى بدل مطريه. بس دي الحاجات اللي انا اشتريتها. لا لسه في حاجات تاني شويه. جبت فلاش لتنظيف الحمام، عايزه اقول لكم ده سحر يا بنات، وهبقى اعمله معاكم الروتين الجاي. خدي يا توت حطيه في الحمام. بصي يا بنات اللي هو ده بيخلي التواليت عندك قشطه، ايش اقسم بالله قشطه. تمام جبت كمان اللي هو اسمه ايه ده، البلسم ده للولاد، عايزه اقول لكم بيخلي الشعر سايح وجميل، خصوصا مريم شعرها ما شاء الله طويل. هعمل لكم برده الفيديو الجاي لو حابين بعتين ازاي بشعر مريم. كمان لو حابين نتكلم في سن ال 10 سنين لحد 15 سنه، ازاي البنت تعتني بنفسها وتخلي ريحتها حلوه، ده مزيل عرق لمريم، وازاي يبقى عندك توعيه لبنوتك ان انت ايه تخليها عندها توعيه يعني بالنسبه للسن، من بيبدا من 10 ل 11 لازم تهتم بجسمها لان بتبدا تكبر. مش عايزين نتكلم في تفاصيل. تاني حاجه، تاني حاجه ايه؟ اخر حاجه بقى يا جماعه، وجبت من محل افنجينا، افنجينا اللي هو كريب، كريب افنجينا. جبت واحد ليا واحد لمريم اهو، انا بتاعي الشيش طاووق. عايزه اقول لكم ان من انضف المحلات بجد حرفيا اللي انا جربتها هو محل افنجينا. جبت الاثنين كريب عاملين 70 جنيه، كان 75 جنيه، انا اديته 100 اداني 25. طبعا هو الاغلى الشيش طاووق بيكون ب 35 بيتهيألي او ب 40. بصوا عامل ازاي، تحفة. النهاردة انا مش هعمل غدا، واسعد يوم في حياتي. ليه بقى؟ عشان اشتريت البلاشر والفونديشن، وبقيت عارفة بقيت عارفة حافظة اساميهم، وهتغدى كريب. يعني انا عايزة ايه من ربنا تاني؟ انا كل احلامي بتتحقق. الحمد لله يا رب، لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة، وبحبكم جدا جدا، واحلى مسا عليكم.